ودلوقتي خلونا نشوف مع بعض تقرير عن الكاتب الكبير جمال الغيطاني المعروف عنه عشقه للتراث، عشقه للتاريخ اللي انعكس على كتاباته ومؤلفاته. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ونرجع نستقبل ضيفنا ونتكلم عن الفسطاط. استلهم من التراث المصري قصصه ليخلق عالماً روائياً عجيباً، مما جعل له أسلوباً مميزاً في السرد مختلفاً عن معاصريه من الأدباء. إنه الروائي والكاتب الصحفي جمال الغيطاني. بدأ الغيطاني حياته الصحفية كمراسل حربي في جريدة أخبار اليوم، ثم بدأ رحلته مع الأدب حينما كتب ثلاث روايات في الفترة من عام 1963 وحتى عام 1969، وعندما صدرت له مجموعته القصصية الأولى أوراق شاب عاش منذ 1000 عام. تميزت كتابات الغيطاني بالمزج بين الأصالة والحداثة، كما أحيا العديد من الحكايات المنسية في التراث المصري. من أبرز أعماله الروائية سفر البنيان وقائع حارة الزعفراني، الرفاعي والزيني بركات، التي تم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم. رحل الغيطاني عن عالمنا في 18 أكتوبر عام 2015، تاركاً للثقافة العربية تجربة أدبية من الصعب تكرارها.